حقيقي بعد 27 سنة من التناول من المطالبة من الدول الأفريقية الدول النامية أن يتحقق ذلك، فهو نجاح للمؤتمر، نجاح للأطراف، ونجاح لمصر التي ترأست هذا المؤتمر ودعمته وعملت على تجاوز كل التحديات المرتبطة، كل ما تم من مشاورات وقيادة العمل بشكل موضوعي وشفاف ومكتمل كافة العناصر التي أسهمت من قبل الأطراف لتحقيق هذا الهدف. أكيد أنه أيضا البرنامج شرم الشيخ للتكيف هو خطة عمل أخرى تؤكد طموح للحفاظ على درجة حرارة الكوكب عند درجة ونص، بتفتح الباب لمزيد من الإجراءات الطوعية، الإجراءات الحكومية للعمل في مجال تخفيف الانبعاثات، وبالتأكيد أنه أيضا خطة الدولية للخطة الدولية للتكيف ودفعها نحو الأمام بحيث يتم الانتهاء من هذا المقرر خلال كوب 28. هذه بالإضافة إلى عديد من القرارات التي تم اعتمادها، لكن العناصر الرئيسية هذه بالإضافة إلى مستند المجمع لقمة شرم الشيخ ومؤتمر شرم الشيخ الآن يضع كل القضايا ذات الارتباط والأهمية بقضية تغير المناخ في إطار تنفيذي كمرجع يعتد به ويتم بلورته ووضع الآليات التي تسهم في التحدي الخاص بقضية تغير المناخ. سوف نستمر خلال رئاسة مصر للقمة هذا العام حتى يتم التسليم إلى دولة الإمارات الشقيقة أن ننسق، وقد بدأنا بالفعل التنسيق مع الرئاسة المعينة للقمة، وسوف نواصل العمل من خلال الفعاليات المختلفة من أجل استمرار الدفع قدما لقضية التعامل مع تحديات قضية المناخ، التقدير بأنه هذا العمل والدول المتعرضة للأخطار في معظمها هي دول نامية حتى تستطيع أن تقوم بمسؤولياتها، وهي مسؤوليات تتم في إطار المبدأ الخاص بمسؤولية مشتركة متباينة الالتزامات، لابد أن يتوفر لها الموارد والتكنولوجيا والتمويل الذي يؤهلها بأن تطلع بهذه المسؤولية وبدورها، فلديها كل رغبة وكل إدراك لمدى خطورة هذه الظاهرة، وأنها أكثر الدول المتأثرة في حين أنها أقل الدول المتسببة خاصة القارة الأفريقية. فهناك من تضمن في المقرر الجامع تأكيد على ضرورة توفير التمويل لهذه الدول حتى تستطيع أن تطلع بمسؤوليتها إذا كان هناك رغبة حقيقية للحفاظ على الدرجة ونص مئوية، فالأمرين لا ينفصل عن بعضهم البعض. أنا في الحقيقة بشكر سكرتارية المؤتمر، بشكر فريق العمل الذي شارك في كل النواحي الخاصة بالإعداد لهذا المؤتمر، بشكر الأجهزة التي أمنت وعملت
على الحفاظ على هذه الصورة التي يستشعر فيها كل المشاركين، وهذا أكبر عدد من المشاركين يحضرون مناسبة مثل هذه، ما يفوق 66 ألف مشارك. طبعا كل الأجهزة الأمنية التي أمنت وحفظت المشاركين أمنهم وقدرتهم على المساهمة الكاملة في الفعاليات والاستمتاع أيضا بما تتيح شرم الشيخ من مناخ ومن وسائل للترفيه. نتطلع لاستمرار العمل لهذه القضية الوجودية بالنسبة للعالم، تأكيدا للعمل المتعدد الأطراف. كانت مهمة صعبة، اختلفها كثير من التحديات، اتصالا بصياغة التوافق والتعامل مع طموحات وأيضا بعض التحفظات، وهي لابد أن تؤخذ في الاعتبار، لأنه نقطة الالتقاء هي بأن يكون جميع الأطراف يشعرون بأنهم يستفيدون من هذا العمل ويطلعون به في إطار القدرات المتاحة لديهم. أشكركم جزيلا. المقترح المصري ليه دور في حل الأزمة دي بشكل عام؟ معلش لو تعيد السؤال. معلش احنا بنسأل على المفاتيح اللي حضراتكم قدرتوا توجدوها لحل النقاط الخلاف اللي كانت موجودة، ايه هي النقطة اللي قدرتوا من خلالها ان انتوا تحلوا المشكلة اللي كانت موجودة؟ والحاجة التانية، هل المقترح المصري كان ليه دور في حل المشكلة؟ حول كافة الموضوعات الشائكة، الموضوعات اللي تم التركيز عليها وتم تداول حولها فيما بين الأطراف دون التوصل للنتيجة، انتهجنا مسار يتيح مشاركة كافة الأطراف ويتيح استمرار هذه المشاورات من خلال توفير والدور الجوهري اللي تم الاطلاع به من قبل مجموعات الوزراء الذين دعموا الرئاسة في تيسير هذه المشاورات وإتاحة الفرصة والاستماع إلى كافة الآراء. وعندما لم تؤتي هذه الوسيلة بالنتائج المرجوة، أخذت الرئاسة على عاتقها بأن تستمع مرة أخرى إلى تقارير الأطقم الوزارية، ولكن أن تفتح المجال بشكل مباشر بعد المتابعة لكل هذه المراحل بأن يعقد على مدى 48 ساعة الماضية اجتماعات متواصلة على مدار الساعة في 48 ساعة يعني كاملة تقريبا ما عدا ساعة أو ساعتين، للاستماع إلى كافة الآراء والاطلاع على مواقف كافة المجموعات التفاوضية، واستخلاص من ذلك نقطة التوافق التي تراها الرئاسة بأنها تلبي الحد الأدنى لطموحات ومصالح الوفود. وهذه هي طبيعة العمل المتعدد، لا يمكن أن يحصل أي طرف على كافة طموحه، وهذا لا ينتقص من قيمة ما يتم التوصل إليه، ولكن عندما يكون هناك طموح فهناك محددات أخرى ربما لابد أن يتم مراعاتها لدى أطراف أخرى هي أيضا لها نفس الطموح في تعزيز العمل المناخ، ولكن ربما تأخذ منحة
اتصالا بما لديها من قدرات، بما لديها من اعتبارات، بما لديها من ضرورة التحقق من أن أي إجراء يتخذ لابد أن لا يكون له أي تأثير سلبي على جهود التنمية. وأخذت الرئاسة على عاتقها أن تصدر نصوص رئاسية وأن تتداول حولها بشكل غير رسمي ثم في أطر أكثر شمولية حتى تتوثق من أن هذه النصوص تصلح لأن تكون أرضية للوصول إلى التوافق. والحمد لله النتيجة النهاردة أثبتت أنه الاتصال الوثيق بكل المجريات على مدى وكل المشاورات على مدى الأسبوعين الماضيين، الاستماع إلى كافة الآراء، الشفافية الموضوعية في كل ما طرحته الرئاسة دون ضجيج ودون بالضرورة الظهور المباشر، ولكن المتابعة الحثيثة وتجاوز أي مؤثرات ربما خارجية كان الهدف منها ليس بالضرورة إنجاح المؤتمر وإنما تشتيت التركيز سواء للأطراف أو للمجتمع الدولي. Mr. Shukri, before this conference, you said there must be no backsliding. But what we've seen here is that an awful lot of countries tried to backslide, tried to go back on previous commitments. Can we, as a world, really make progress on the climate crisis when so many countries are trying to take us backwards? Well, definitely I stand to what I have previously indicated, and it was my objective and intention, and I believe I succeeded in avoiding that any of the parties were to backslide, and we did make it absolutely clear that what was achieved in Glasgow would be the foundation. And that was a bottom line. But it wasn't just a matter of backsliding. We also indicated that we would not accept any backtracking. And I think we have also in the text provided that there wouldn't be any backsliding or backtracking. This is fundamental. But we recognize that there have been indications of a disappointment in certain quarters who had a higher degree of ambition. But that disappointment, I think, should be put in context. I think the level of ambition of all of the parties is equal. They recognize the science, they recognize the existential nature, they recognize the need for the common but differentiated responsibilities. And the basis of maintaining the attachment to the legal framework from within we reach. But there is a need for especially the developing world to be provided the finance so it can undertake the just مسؤولياتنا ولتحمل مسؤولياتنا to the legal framework. ولذلك تم التعامل مع كل القضايا الشائكة في إطار جيد. لذلك أظن أننا قد أنجزنا الكثير وخاصة من أجل الدول النامية. Affordable finance. وأيضا قد استطعنا أن يكون هناك تمويل لتلك الدول من أجل تحمل الأضرار المتعلقة بتغير المناخ وتقوية موقفها وتعزيزها من أجل القيام بمسؤولياتها تجاه تلك المشكلة. لذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تتحمل الرئاسة على عاتقها
في ذلك العام حتى تسليم الرئاسة إلى الإمارات كل المسؤوليات المطلوبة منها وأن تزيد من الطموح من أجل حل تلك المشكلات وأيضا من أجل التخلص وتجنب أي شيء يعرقلنا وبذلك نستطيع أن نتخلص من أي تهديد متوقع لهذا الهدف الذي هو نصب عيوننا ولن يؤثر أي شيء عليه ولا نتجاهل أيضا أهمية المجتمع المدني ومسؤوليته في تحقيق تلك الأهداف معا سنحقق أهدافنا وهذا هو ما أكرره دوما إن هذه هي لحظة خارقة لكي نتحمل مسؤولياتنا إنها أيضا